الأصحاح الخامس. أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تحزنون للأيام الأخيرة والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.